لو حصل منها أي حاجة كده ولا كده اضرب اضرب على طول، يدله على طريق الذي يضبط به أمره. فالراجل قال له إن رابك شيء، لو في حاجة مزعلاك أو حاجة شاكك إن هي هتعمل كده ولا كده اضرب على طول، فالعصا اضربها كسر دماغها، بقول له كده يعني. وهؤلاء هم الرجال الذين يحفظون بيوت بناتهم. لكن اليوم للأسف نبتت نبتة السوء، رجال تربوا على غير الطريقة الشرعية، لا هم على الطريقة الإسلامية ولا على طريقة أهل المروءة والرجولة. هم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تربوا على الأفلام والمسلسلات والتلفزيون والحاجات دي كلها، وعشش إبليس في رؤوسهم. إذا صار معه شيء كده أو كده يعني، اضربها بالعصاية دغري، كسر لها دماغها. هودي هن الرجال اللي بيحفظوا بيوتهم، مش مثل اللي بيحضروا مسلسلات وبرامج وأفلام. هودي عشش إبليس بروسهم وبطلوا يضربوا نسوانهم. يعني إذا أنت من الرجال اللي ما بيضربوا نسوانهم بيكون لحسك إبليس، وإذا بتضرب مرتك قول كتر خير الله، إبليس بعده بعيد عنك. وهيك رئيس بلدية الغابة برمانة المحامي أمين أبو جودي مبعد إبليس عنه، ومش إنه ضرب مرته بالبيت مثلاً، لا، نزل عليها على المول ضربها لشبع قدام الناس، هو والبلد عم بيقول مع كفا للصبر حدود. من وقت ما طلع الفيديو على الإعلام والناس فاير دمها، بدها تعرف مين هو. الليلة رح تعرفوه كتير منيح. هلأ الرئيس قاعد ببيته وعم بتابع الحلقة وعم بيقول كيف جو معلوف عم بيسميني ويخبر الناس مين أنا، من بعد ما هو لجأ لقضاء العجل اليوم الصبح وطلب توقيف الحلقة وطلب توقيف عرض الفيديو على كل المحطات التلفزيونية. بدي اعتذر منكم، هو مش عم بتابع الحلقة عم بيقولوا لي، هو باتصال مباشر على محطة زميلة بأحد البرامج من بعد ما هو طلب توقيف هيدا الموضوع على كل المحطات التلفزيونية. على كل الفيديو يلي تصور، يلي عم يطلب هو انه نوقفه، الفيديو تصور بمكان عام بالباركينج بالأبسي دبي قدام كل الناس، واللي لو شو ما صار ما بينسكت عنه، ونحن عايشين ببحر من الدم بالبيوت. كل يوم في قصة، وعم نقول كمان نفد صبرنا، للصبر حدود. اليوم القاضي الياس ريشا قاضي الأمور المستعجلة بجوني أصدر قرار بيمنعنا فيه من عرض الفيديو، بيساب أول مرة صارت. نحن ملتزمين بتنفيذ القرارات القضائية مثل ما هي، منحترم القرارات، لهيك ما رح نعرض الفيديو يلي كلكم شفتوه، وما بقى فيه ولا صفحة فيسبوك ولا موقع ولا أكاونت على السوشيال ميديا مش منتشر عليها الفيديو. مش مشكل، الفيديو ما رح نعرضه. بس قبل ما أكمل بخبركم عن تاريخ هالمحامي، خليها تكون واضحة إنه إذا هالمرة زوجته للرئيس بيصر لها شي بأي وقت من الأوقات، أو بترجع بتنضرب، أو بيقتلها جوزها لا سمح الله، القضاء هو الملام الأول هالمرة، لأنه عم يحمي الرئيس. اليوم تبلغنا، وقت تبلغنا الاستدعاء تبلغنا إنه معنا ساعتين من الوقت لنجاوب على قضاء العجلة بجوني. بما أنه ساعتين أكيد منن وقت كافي لحتى نبلغ المحامي تبعنا ولحتى يكتب الرد ولحتى ينبعث على محكمة جوني بهيدي السرعة ومع كل عجقة السير الموجودة بالبلد، اتصل محامينا الأستاذ أشرف صفي الدين بالقاضي الياس ريشا وطلب نص ساعة زيادة، علما أنه كان بعدها الساعة 3 والحلقة للساعة 9:30، في حوالي 6 ساعات. كان جوابه للقاضي ريشا أنه الموضوع وجع له راسه كتير، وأنه هو كرم أخلاق منه عطانا ساعتين، بيقدر ياخد قرار بلا ما يعطينا ولا ساعة ولا شيء. أولاً نحن منشكر القاضي ريشا على كرم أخلاقه، بس نحن قدام قضية أهم بكتير بعتقد من كرم الأخلاق. طلع قرار بمنع عرض الفيديو والصور تحت طائلة غرامة 50 مليون ليرة، هيدا قبل ما نحن نبعت ردنا وقبل ما يسمع لنا قاضي الأمور المستعجلة. قرار منعنا من عرض فيديو بمكان عام أول شيء، برجع بقول ما بقي ولا صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي أو على أخبار محطات التلفزيونات إلا ما انعرض عليها، وهيدي مش أول مرة بيطلع فيها بعض القرارات اللي عليها علامات استفهام من محكمة العجلة بجوني. أولاً قضية الحريات الإعلامية هي مبدأ أساسي ما رح نحيد عنه، خصوصي إنه نحن بنشتغل بمهنية عالية، منحضر كل أسبوع لحتى نطرح ملفاتنا بمسؤولية كتير كبيرة. تانياً هالدعوة المفروض كانت تنرد لأنه الفيديو صار بمحل عام، والقضية تحولت إلى قضية رأي عام مجرد ما انعرضت بعدد من وسائل الإعلام. ثالثاً المادة 579 من قانون أصول المحاكمات واضحة وبحاجة لثلاث شروط ليتخذ القرار.
ثلاث شروط ان التعدي الواضح على الحقوق، الاستعجال وعدم التعرض لاهل الحق، والشروط كلها منا متوفره بقضيتنا اللي عم نحكي عنها، خاصه وانه المحامي ما قدر يبين التعدي، المحامي افترض انه رح يصير في تعدي. نحن الليله برجع بقول ملتزمين بقرار القاضي ريشا بحرفيته مثل ما ورد مثل ما هو، وامتنعنا عن عرض الفيديو المتوفر لكل الناس على الفيسبوك، علما انه نرفض القرار ومنحطه بإطار قمع الصحافة والإعلام والرقابة المسبقة يلي خلصنا منها من أيام الوصاية القمعية وكم الأفواه بهيداك الوقت. فإن شاء الله بهيدي القضية ما يصير اللي نحن خايفين منه وتكون برقبة القضاء إذا بيصير شيء لمرته للرئيس. والموضوع عم يتابع اللي صار اليوم مع الوزير أشرف ريفي اللي حكيناه واللي بعرف قديش بيحترم وحريص على رسالة الإعلام وعلى دوره، واللي طلب اتخاذ العقوبات المناسبة بحق المحامي أمين أبو جودي. الأهم امبارح حكينا معه للرئيس، امبارح حكينا معه للمتر أمين أبو جودي وقلنا له حرصاً على العيلة حرصاً على الأولاد ساعدنا نفهم وجهة نظرك. بالاتصال كان كل همه بالأول هو بيعرف، صار يقلنا بيعرف اللي عطانا الفيديو، بيعرف مين صوره، أصر إنه الشاب بيشتغل ببرنامج حكي جالس وهدد إنه بده يعمل ويسوي فيه، وهو بيعرف مين الشاب وطلب إنه نوصل له إنه الأستاذ رح يحاسبه على طريقته. وهذا الكلام كله موسع على كل حال، وما كان عنده أي مشكل إنه يعطينا تصريح عن الموضوع ننقله نحن على لسانه، بس المهم بالنسبة له إنه ما يطلع صوته على الهواء. بيقول إنه ومع إنه طلع على الهواء أنا بستغرب، من بعد ما خدع القضاء أخذ قرارات يوقف بعض المحطات من انه تحكي، رجع هو نفسه طلع يحكي بهذا الموضوع. هلا صوتك طلع على محطه ثانيه بس هويتك عنا. بيقول استاذ كمان نوصل له رايه، هو ما حب يطلع صوته، بيقول انه بتصير بكل بيت بالتسجيل وانه بده يحكي اداره ال بي سي اي وراح يوقف هذا الموضوع، وهذا الموضوع ما راح يطلع على الهواء، وقال انه هو مش شايف انه في حدا بالمستشفى ولا شايف انه في تقرير طبيب شرعي لمرته بيستدعي توقيفه، وما انه شايف في لزوم لاتخاذ اي اجراءات بحقه، ما بعرف زي عم بوصلها للوزير اشرف ريفي، وانه هو عنده تكنيك معين بالقانون بيعرف يستعمله وغيره من التسجيلات اللي موجوده عندنا، تسجيل طويل كثير طوله حوالي ال 40 دقيقه مع منتج البرنامج، واللي قاله المحامي مش كله هلا وقته، كل شيء بيجي بوقته، ولكن التسجيل الاهم، تسجيل الأهم هو لما رجع اتصل قبل الحلقة بحوالي ساعتين، اتصل بمنتج البرنامج رامي زين الدين من بعد ما طلع قرار القضاء وعرض علينا اللي رح تسمعوه هلا. حكيتك امبارح انت حكيتني بالأحلى بخصوص الموضوع طبعا رئيس البلدية والمحامي. ايه كيفك رئيس؟ كيفك منيح؟ اولا بتذكرك على لطفك امبارح حكيت حبوب معنا وايضا وعم تشرح لي مضبوط. ثاني شغلة أنا أخذت قرار جبت قرار من بواسطة هذه الأمور العاجلة، ما بعرف إذا معك خبر فيه. أكيد بلغني وبنشوف كيف بدنا نشتغل الحلقة الليلة. أنتوا شو عم تعملوا بهول القرارات؟ هلا أنت أخذت قرار من قاضي العجلة. أنا بس حبيت أسلم عليك. أوكي يا أهلا، أخذ قرار ونحن نحن بنعرف نلتزم بالقانون والقضاء، بس كمان ما عندنا قضايا هيك نشغل في اي شغله او اي متطلبات علينا. انا حاضر، انا بدي اطفي الموضوع وبدك تساعدني وانا حاضر لكم. مش هلا بدي ارجع لك، يعني انا جربت امبارح اذا بدكم اي مساعده معنا بالبرنامج او اي شيء انا بامرك، بس بدي اطفي الموضوع اذا بتحب الشغل. انا بامركم. عرفت عليك؟ ما فهمت عليك. بغض النظر على الأرار انا مستعد انه اعمل مثل قل لي من الاخر، ما فهمت عليك. بالضبط. ايه؟ بالنسبة لإذا أنا ايه أنتو كبروجرام ايه؟ بحاجة لدعم أو أي شيء، أنا بالحاضر إنه شجع البروجرام بطريقة حبية يعني. ايه لا خلص، نحن أنت في قرار قضائي اتاخذ ونحن بنبني عليه. أنا قضايا، أنا ما عندي ضغينة على حدا. وما نحن ما عندنا ضغينة. نحن ما عنا ضغينة على حدا، وأنا امبارح تلفنت لك باحترام، ما فيش عندي محبة لأنه ما بعرفك، بس أنا تلفنت لك باحترام وقلت لك نحن كيف رح نتناول الموضوع شو رح نتناوله، وأنت اخترت الخيار القضائي وبناء عليه نحن اليوم بنبني وبنلتزم بالقضاء. الفيديو أنا بدي أطفي الفيديو، حط كذا مرة ما بدي أحطه بقى على التي في. هلا ما له، بدي خبرك شغلة، ما في بروفايل على الفيسبوك، ما في بروفايل على الفيسبوك ما حاطط الفيديو هلا، مش هالموضوع. ولا ونحن على اليوتيوب موجود صحيح، ما اختلفنا. وريس نحن مش من الناس يلي
لم ناخد لا مساعدة ولا مبادرات من أي حدا. يعني في مؤسسة هي قايمة بالبرنامج ومش بحاجة لدعم حدا. أوكي، وأهلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا. وهيدا صوته للأستاذ أبو جودي اللي كمان مثل ما بقول طلع بعدد من البرامج. هيدا هو صوته بالحكي اللي حكيه معنا لقلنا. هيدي رشوة رح نلاحقك فيها أستاذ قضائيا، أنت عم ترشينا وقانون العقوبات بعائب بهيدا الموضوع، فوق أنه وقف الموضوع بالقضاء عم بيرشينا. ما رح أدعي ولا رح أقول نقابة المحامين بتمنى منا تتحرك، ما بعرف كيف رح يفهموا هيدا التسجيل، كي يقولوا أنه ما حاول يرشينا وبده يساعدنا بالبرنامج والمطلوب رح يعملنا إياه ورح يدعمنا لحتى ما نحكي عنه. على كل حال، نحن مش بس رح نحكي بالفيديو، نحن رح نحكي بتاريخ رئيس بلدية الغابة برمينا يلي مفكر إنه قانون الغابة ماشي وين ما كان، ومفكر إنه كل الصحافي مثل بعض وإنه الكل بيرتشه بيقدر يدفع ليوقف مواضيع. رح نخبركم شو تاريخه للأستاذ، لأنه عملنا الريسيرش تبعنا تبين معنا إنه المحامي أمين أبو جودي صاحب سوابق من حوالي 3 سنين، صار في إشكال، صار في قواس اطلاق نار بينه وبين بول كنعان خيه للنائب ابراهيم كنعان، اشكال ميليشياوي بقوه السلاح ومحاوله قتل. ما رح نفوت بتفاصيل كيف صارت ومين قوص على مين ومين بده يقتل مين بوقتها وليش، احتراما لحرمه البيوت واحتراما لخصوصيه القضيه، علما انه بنقدر نحكي فيها لهيدي القضيه وبنقدر نحكي كل التفاصيل، مش ناطرين قضاء عجلي يمنعنا، بس نحن بنعرف اخلاقيا شو لازم ينحكى وشو ما لازم ينحكى، وشو اللي لازم يضل جوا البيت وما لازم يطلع على الإعلام. بس الأكيد إنه المحامي أمين أبو جودي يلي ضرب مرته بالباركينج قدام كل الناس بهيدا الشكل الهستيري، تم توقيفه بوقتها بقرار من النائب العام بجبل لبنان بجرم محاولة القتل. عم تسمعوا؟ الجرم محاولة القتل، وقد أعذر من أنذر. بوعدكم ما في قضية محقة رح نسكت عنها، سقف الحرية المسؤولة بهيدا البرنامج وبهيدا المحطة كل ما هو عم يعلى، وتأكدوا إنه ما في قضية ما رح نعطيكم كل تفاصيلها لحتى أنتوا تحكموا، وللصبر حدود بقضايا العنف الأسري، وللصبر حدود مع بعض القضاء، بعد قضاء العجلة بالتحديد. ورح أترك التعليقات لإلكم أنتوا مشاهدينا عبر هاشتاج للصبر حدود يلي أطلقتها كفى. ومعلومة كمان، معلومة أخيرة بهيدا الموضوع، في اجتماع صار اليوم بنقابة المحامين ببيروت، التقت زوجته للأستاذ أبو جودي أمين أبو جودي بالنقيب جورج جريج، ومجلس النقابة اليوم برئاسة مفوض قصر العدل الأستاذ نخلي، الأستاذ جورج نخلي، بما أنه القضية متعلقة بمحامي وهيدي القضية هي ادعت أو اتخذت تقدمت بشكوى حسب القانون الجديد عنف أسري، يعني شكوى عنف أسري على زوجها.